الخضراء ونطرح على نفسي سؤال، أشكر أننا راضين على الأداء نتاعنا على المستوى المحلي، هل كل المشاريع اللي مبرمجة انطلقنا فيها، هل متابعة إنجاز المشاريع على المستوى الوطني هذا هو يعني راهو يمشي بنفس الوتيرة، على الأقل بنفس الوتيرة اللي راهي تنجز بها السكنات؟ وهنا لازم نقيم أنفسنا، وهذا هو يعني الهدف تاع هذا النوع من اللقاءات، أنه نقيف أو أنفسنا نوقف عن الأخطاء ونقوم يعني تصحيح الأخطاء نتاعنا وننطلق في سنة جديدة، وسنة تكون يعني باستنتاج التجارب اللي قمنا اللي عشناها في السنة الماضية. وأنا صرحت فيما سبق أن قطاع التجهيزات العمومية وخاصة المرافق التربوية لها الأهمية القصوى، ما يستلزم ويلزم الإدارة المركزية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث قمنا بإنهاء مهام 6 مدراء تجهيزات عمومية ممن لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف، وقد منحنا الفرصة لإطارات شابة لما سبق إطارات شابة لم يسبق لها، وأن تقلدت مناصب سامية حتى نعطي نفسا جديدا للقطاع ونعيد وضع المشاريع على السكة الصحيحة. لن نتسامح مع من يعيق إنجاز أي مدرسة أو متوسطة أو ثانوية. كيف يعقل أن الطفل أو التلميذ يعاني من الاكتضاض أو يتنقل لمسافة بعيدة ونحن لنا الأموال ولنا الأرضية والإمكانيات في إنجاز مدارس بالقرب من مقر سكنهم؟ إذ يمكننا القول أن سنة 23 سجلت تأخر وضعف في إنجاز المرافق العمومية، أما سنة 24 فلابد من مضاعفة الجهد، لابد من استكمال كل المشاريع المسجلة واستهلاك الاعتمادات الدفع، مع العلم أن البرنامج المسطر في قانون المالية لسنة 24 تم تبليغه للولايات بتاريخ 31 ديسمبر 2023. لهذا الغرض سنتابع بكل صرامة وجدية الانطلاق في هذه البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هي رسالة واضحة لكم، الدولة وفرت كل ما يستوجب، ولنا أن ننجز ولن نحايد عن مسار الإنجاز خدمة للوطن وتحسين لظروف تمدرس الأطفال.